لابد وأن نتعمق قليلا في بعض المواضيع التي ندرسها قبل أن نبدأ بمناقشة الأمور الفلسفية الأكثر دهشة. والكيمياء تبدأ بأكثر مواضيع فلسفة ومناقشة، الجزء الأكثر إثارة للاهتمام ألا وهو الذرة، ذا أتم. وإن فكرة الذرة كما شرحها الفلاسفة قديما، يمكنكم البحث عن الفلاسفة الأوائل المختلفين الذين فسروها فلسفيا، فإنهم قالوا: أتعلمون، إن بدأتم بتفاحة وأخذتم بتقطيعها، دعوني أرسم تفاحة بشكل جميل لكي لا تكون تشبه القلب بهذا الشكل، هذه هي، وأخذنا بتقطيعها إلى قطع صغيرة ثم أصغر، فإننا بالطبع سنحصل على قطعة صغيرة جدا جدا هكذا، ولن نتمكن من تقطيعها. وأنا متأكد أن بعض هؤلاء الفلاسفة أتوا بالسكين وحاولوا تقطيعها ولكنهم فشلوا. أوه، ربما يجب أن أجعل السكين حادا أكثر من ذلك حتى أستطيع تقطيعها. إذن فهو مفهوم فلسفي، وهي في الحقيقة أو فهو في الحقيقة مختلف كثيرا عن ماهية الذرة الآن، إنه في الحقيقة تصور عقلي والذي يمكننا من شرح الكثير من الأشياء التي نلاحظها في هذا الكون. على كل حال، فقد قال هؤلاء الفلاسفة أنه نعتقد أنه سيكون هناك جزء صغير من التفاحة، وهذا هو الجزء الذي لم يتمكنوا من تقسيمه، وقد قاموا بتسميته الذرة. ولا ينطبق هذا على التفاحة فقط قالوا أن هذا ينطبق أيضا على أي شيء في هذا الكون. وإن كلمة الذرة أصلها يوناني بمعنى غير قابل للتقطيع، غير قابل للتقطيع أو التجزئة، عن كتابل. إننا الآن نعلم أنها غير قابلة للتقطيع، بالرغم من أنها صغيرة جدا، إلا أنها ليست أصغر قضية يناقشها علم الكيمياء أو علم الفيزياء. إننا نعلم الآن أن الذرة مكونة من جسيمات أساسية عديدة. دعوني أكتب هذا. يوجد بها ماذا؟ يوجد بها، يوجد بها النيوترون، نيوترون. وسأرسم تركيب الذرة والجسيمات التي فيها بعد قليل. فلدينا نيوترون ولدينا بروتون، هناك أيضا إلكترونات، إلكترونز. وقد تكونون وتعرفون هذا من قبل إن كنتم قد شاهدتم مقاطع فيديو سابقة عن الذرة، فسترون شيء يشبه هذا. دعوني أجرب أن أرسم هنا، هذا ما سترونه، وستجدون أن هذه الأشياء تدور حولها ويكون شكلها هكذا، ولها مدارات بهذا الشكل، وربما شيء شكله هكذا. إن الفكرة العامة وراء هذه الرسومات النووية والتي نراها أحيانا على بعض الإعلانات العلمية أو شيء من هذا القبيل في المختبرات وغيرها، هو أن هناك نواة في وسط الذرة، نواة في وسط الذرة هنا، وإننا نعلم أن النواة طبعا لها نيوترونات وبروتونات، نيوترونز and protons، وسنتحدث قليلا عن العناصر وعن عدد البروتونات والنيوترونات في أنويتها، ومن ثم المدارات. سأستخدم كلمة مدارات الآن، بالرغم أننا سننوه بعد دقيقتين أن كلمة مدار هي في الحقيقة خاطئة، أو بالأحرى الطريقة الخاطئة التي نتصور بها الذرة، ولكن الفكرة القديمة هي أن هذه المدارات أو الإلكترونات تدور حول النواة بطريقة مشابهة جدا لدوران الأرض حول الشمس، دوران القمر حول الأرض. وقد تم إيضاح أن هذا في الحقيقة تصور خاطئ جدا، وسنعرف لماذا هذا التصور خاطئ عندما نتطرق إلى كيمياء أو لميكانيكا الكم. الكثير من المتناقضات تظهر عندما تحاولون تصور الإلكترون مثل كوكب يدور حول الشمس أو حول النجم، ولكن هذه هي الفكرة الأصلية، وحقيقة أعتقد أن هذه هي الفكرة العامة السائدة عن تصور الذرة. نعم، إذن لقد قلت الآن أن الذرة مثيرة للاهتمام فلسفيا. الآن ما نراه الآن نظرة مقبولة للذرة. أغلب علم الفيزياء والكيمياء مجرد نظريات، وليس هناك شيء كامل حقيقي، خصوصا على المستوى الذري أو الموجي، فهي لا تتعامل هناك مع جسيمات حقيقة مشابهة لما نعرفها في حياتنا اليومية. طبعا في حياتنا اليومية بالنسبة لنا مثلا الأجسام من حولنا يمكن لمسها ومسكها لنراها، أما الموجة مثل الموجة الصوتية مثلا فقد تكون تغير في الطاقة عبر الوقت، ولكننا سنعرف خصوصا عندما نشرح ميكانيكا الكم أن جميعها تصبح فوضوية عندما نقترب من مقياس أو حجم الذرة. على أي حال، فقد قلت أن هذه طريقة خاطئة لتصور الأمر، إذن فما الطريقة الصحيحة؟ ما هي الطريقة الصحيحة؟ طبعا هذه ليست صورة وإنما هي رسم للذرة، لا يمكن تصوير الذرة، ولكن يمكننا رسم ما نتخيله عنها، لأنه اتضح أن معظم الأطوال الموجية للضوء، خصوصا الأطوال الموجية المرئية للضوء، هي أكبر بكثير من حجم الذرة، أكبر بكثير من حجم الذرة. أي شيء نراه حولنا هو نتيجة انعكاس الضوء
عليه، ولكن فجأة عندما نتعامل مع الذرة فإن الضوء لن ينعكس عليها أبدا، لأنها أصغر بكثير من الموجة الضوئية كما ذكرنا. على أي حال، هذا رسم تصوري لذرة الهيليوم هنا، هيليوم. إن ذرة الهيليوم لها بروتونان ونيوترونان، والطريقة التي رسموها بها هي كما ترونها أمامكم. إنني أفترض أنهم يستخدمون اللون الأحمر للبروتون والبنفسجي للنيوترون. إن اللون البنفسجي يبدو كلون حيادي، وهما هنا في وسط هذه الذرة في النواة. حسنا، هنا إن هذه الهالة هنا تمثل الإلكترونين الموجودين في الهيليوم. طبعا ذرة الهيليوم هذه قد تكسب أو تفقد إلكترون أحيانا، ويمكنكم أن تسألوا كيف يمكن الإلكترون أن يكون الإلكترونين أن يكونا ضبابين أو ضبابيين وشكلهما كشيء ملطخ حول هذه الذرة، وهذا تحديدا حيث تصبح الذرة مثيرة للاهتمام فلسفيا. فلن تستطيع وصف مسار الإلكترون حول النواة بالفكرة التقليدية للمدار التي اكتسبناها عند النظر إلى الكوكب أو عندما نتخيل الأشياء على مستوى أكبر، أو كما وصفناها هنا هي ليست كذلك، لا تدور حول النواة بهذا الشكل الذي رسمناه هنا. اتضح لنا أنه لا يمكن معرفة، انتبهوا، لا يمكن معرفة قوة دفع الإلكترون وموقعه في أي لحظة من الوقت. كل ما يمكن معرفته هو احتمالية توزيعها في المكان المتوقع أن تكون فيه، والطريقة التي رسموها بها ترجح وجود الإلكترونات بشكل أكبر في المناطق السوداء. سيقضي الإلكترون وقته هنا أكثر من هنا، ولكن في الحقيقة يمكن أن يوجد الإلكترون في أي مكان، يمكن أن يكون هنا حتى، بالرغم من أن هذه المنطقة بيضاء تماما باحتمالية ضئيلة جدا جدا. إذا فهذه الدالة حيث يوجد الإلكترون تسمى ماذا تسمى؟ تسمى دالة مدارية. إذا انتهى موضوع المدار، حتى لا يختلط عليكم الأمر بالمدار، دالة مدارية أوربيتال. تذكروا المدار كان شيء كهذا، مثل كوكب الزهرة الذي يدور حول الشمس مثلا أو المريخ. إذا فالأمر عمليا سهل جدا بالنسبة لنا لتخيله هنا، ولكن المداري هو دالة احتمال رياضية تخبرنا أين يمكننا أن نجد الإلكترون. سنتعمق في هذا أكثر عندما نشرح الميكانيكا الكم، ولكن لن يكون هذا في نطاق هذا النوع من المحاضرات التمهيدية في الكيمياء، لأن يعني هذا مستوى عال. إن سلوك الإلكترون شاذ جدا على مستوى نستطيع تخيله حتى، أعني أن تسميته جسيم يكون دائما مضللا. إنه يسمى جسيم ولكنه في الحقيقة ليس جسيم بالشكل الذي اعتدنا عليه في حياتنا اليومية. إنه هذا الشيء الذي لا يمكننا تحديد مكانه أو مكانه بالضبط، فيمكن أن يكون في أي مكان في هذا الجزء الضبابي. وسنتعرف لاحقا أنه أو سنعرف أن لاحقا أنه يصبح هناك أشكال مختلفة من الطبقات الضبابية كلما ابتعدنا عن النواة. ولكن بالنسبة لما شرحناه فهذه بداية التطرق لقضايا فلسفية أو مدى حقيقة الذرة والإلكترونات. على أي حال، لا أريد أن أكون فيلسوفا معكم الآن، ولكن فكرة الإلكترونات والبروتونات ككل من الفيزياء كلها مستندة على فكرة الشحنات، وقد تحدثنا عنها مسبقا عندما شرحنا عن قانون كولوم. يمكنكم أن تطلعوا على مقاطع الفيديو لقانون كولوم في قائمة فيديوهات الفيزياء. ولكن الفكرة هي أن الإلكترون لديه شحنة سالبة، والبروتون، ويكتب أحيانا هكذا، لديه شحنة موجبة، والنيوترون ليس لديه شحنة محايد، ليس لديه شحنة فهو محايد. دعونا نعود للنموذج في الأعلى، النموذج الذي يعتبر أن الإلكترونات تدور حول النواة، حيث يعتبر النواة بشحنة موجبة فيها نيوترونان وبروتونان. دعونا نقول أن هذه ذرة هيليوم. سنجد هنا بعض الشحنات الموجبة، هناك بعض الشحنات السالبة هنا التي تدور حول النواة. الشحنات المختلفة تتجاذب، فإن كان لهذه الأشياء سرعة، فإن كان لها سرعة كافية، سرعة كافية، فإنها ستدور حول النواة تماما مثل ما تدور الكواكب حول الشمس كما ذكرنا. وهذا طبعا ليس هذا الصحيح. إذا هذا النموذج يعتبر أن الإلكترونات تدور حول النواة بمدارات محددة. أما هنا في الأسفل فكما ذكرنا أن هذا النموذج يعتبر أن الإلكترونات تتحرك بحسب الدالة باللون الرمادي والأسود، فإما أن يكون هنا وسيكون له طاقة معينة طبعا، أو يقترب أكثر من النواة بهذا الشكل وهو لا يعتبرها تدور بهذا المدار،
لا يعتبرها تدور بهذا الشكل كما يدور الكوكب حول الشمس. في الحقيقة إن لها سلوك مشابه لحركات الموجة والتي تصفها دالة الاحتمال. الاحتمال يعتبر أنه كلما كانت الدالة المدارية أبعد كلما كان لها طاقة كامنة أكبر. سنتعمق في هذا الموضوع أكثر في مقاطع فيديو لاحقة. على أي حال، كيف نستطيع تمييز العنصر؟ كيف نستطيع تمييز العنصر؟ كيف أعرف أن هذه الذرة تنتمي لهذا العنصر ولا تنتمي لغيره؟ هل تحدد بعدد النيوترونات؟ هل تحدد بعدد البروتونات؟ أم هل تحدد بعدد الإلكترونات؟ الجواب هو أنها تحدد بعدد البروتونات. فإن عرفنا عدد البروتونات في عنصر ما أو في ذرة ما، فإننا نستطيع تحديد نوعه. وعدد البروتونات يعرف بالعدد الذري، أو يعرف بالعدد الذري. Number of protons defines أو is defined defines as the atomic number. أوكي، دعونا نقول أن هناك عنصر له، لنأخذ له 4 بروتونات على سبيل المثال، 4 protons. كيف نعرف ما هو هذا العنصر؟ إن لم نكن حفظناها فيمكننا البحث عنها في الجدول الدوري للعناصر الذي سنتعامل معه كثيرا. دعونا نبحث. 4 بروتونات، 4 بروتونات، ها هو عنصر البيريليوم هنا بالتحديد، والعدد الذري هو الذي نراه هنا، وهذا هو العدد للبروتونات، وهذا هو ما يفرق ذرة عن ذرة أخرى، عنصر عن عنصر آخر. فإن كان لدينا 15 بروتونا على سبيل المثال، فإننا نتعامل مع الفسفور. 7 بروتونات، 7 بروتونات، فإننا نتعامل مع النيتروجين هنا. 8 أكسجين، هذا ما يعرف العنصر، هذا ما يعرف العنصر. سنتحدث لاحقا عما يحدث في شحنة العنصر، أو ما يحدث عندما يكسب أو يخسر إلكترونات. طبعا هذا لا يغير العنصر نفسه، والشيء نفسه صحيح. فعندما نغير عدد النيوترونات في العنصر فهذا لا يغير العنصر أيضا. الإلكترونات، النيوترونات لا تغير العنصر نفسه. هذا يؤدي إلى سؤال واضح، ألا وهو كم عدد النيوترونات والإلكترونات التي في العنصر بالنسبة لعدد البروتونات. حسنا، إذا كانت الذرة ليس لديها شحنة، فإن هذا يعني أن عدد الإلكترونات يساوي تماما لعدد البروتونات. فإن كان لدينا عنصر الكربون مثلا سي، عدده الذري يساوي 6، وعدده الكتلي هو 12. 12. ماذا يعني هذا؟ ودعوني أقول أن هذه ذرة متعادلة بداية. حسنا، ليس لديها شحنة طبعا. إذن العدد الذري للكربون هو 6، وهذا يخبرنا عن عدد البروتونات فيه. نعم، فإذا رسمنا نموذج صغير هنا، وهذا بالتأكيد ليس نموذج دقيق، سأرسم 6 بروتونات في الوسط هنا، ووزن هذه البروتونات، كل بروتون يساوي وحدة كتلة ذرية واحدة. طبعا هو صغير جدا بالنسبة للكيلوغرامات، أعتقد أنه يساوي تقريبا 1.6 × 10^27 من الكيلوغرام. دعونا نقول أن كل من هذه تساوي وحدة كتلة ذرية واحدة، 1 atomic mass unit. نعم، وهذا تقريبا مساوي ل 1.67 × 10^27 كيلوغرام. هذا عدد صغير جدا في الحقيقة، أنه من المستحيل أن نتصور مثل هذا الأمر، على الأقل مستحيل بالنسبة لي. أما هذا الرقم فيخبرنا عن كتلة ذرة الكربون كاملة، كتلتها كاملة. وقد يختلف هذا من ذرة كربون لذرة كربون أخرى، وهذا يساوي كتلة جميع البروتونات زائد كتلة جميع النيوترونات. كل بروتون له كتلة ذرية تساوي وحدة كتلة ذرية واحدة، وكل نيوترون له كتلة ذرية تساوي كتلة ذرية واحدة أيضا. فهذا حقيقة يعبر عن عدد البروتونات، number of protons زائد عدد النيوترونات، النيوترونات آسف، plus number of neutrons. حسنا، في هذه الحالة لدينا 6 بروتونات، فيجب أن يكون لدينا أيضا 6 نيوترونات، 6 neutrons plus 6 protons. والآن أين الإلكترونات؟ حسنا، لقد قلت أن هذه الذرة بلا شحنة طبعا، والبروتون لديه شحنة موجبة مساوية لشحنة الإلكترون السالبة، وهذه ذرة متعادلة بها 6 بروتونات، فبالتالي يكون لديها أيضا 6 إلكترونات. حسنا، دعوني أرسم هذا. إذا قلنا أن بها 6 نيوترونات هنا، 1، 2، 3، 4، 5، 6، وهذه النواة هنا. وإن قمنا برسم الإلكترونات، حسنا سأستخدم لون آخر، يمكننا أن أرسمها، أو يمكننا أن أرسمها كغيمة، ولكن إن أردتم تصورها بطريقة أفضل، يمكننا أن نقول أن هناك 6 إلكترونات بهنا بهذا الشكل، وسيتحرك هكذا بطريقة غير متوقعة، والتي سنحتاج أن نشرحها بدالة الاحتمال كما ذكرنا. والشيء المثير للاهتمام هنا هو أن معظم كتلة الذرة، معظم كتلتها تكون هنا بالتحديد في النواة.
معني أن علمي الكيمياء والفيزياء عندما يتحدثون عن كتلة الذرة فإنهما يتجاهلان الإلكترونات، يتجاهلان كتلة الإلكترونات، وهذا بسبب أن كتلة بروتون واحد تساوي 1 بروتون، 1 ماس بروتون تساوي كتلة 1836 إلكترون. إذا عند التفكير بكتلة الذرة يمكننا تجاهل كتلة الإلكترونات. تجاهل كتلة الإلكترونات لأنها كتلتها صغيرة جدا. في الحقيقة كتلة النواة تعبر عن كتلة الذرة بتجاهل كتلة الإلكترونات. حسنا، بإمكاننا الآن رؤية الجدول الدوري هنا. لاحظوا أنه أعطانا العدد الذري في الأعلى هنا، مثلا العدد الذري للأكسجين يساوي 8، وهذا يعني لديه 8 بروتونات. العدد الذري للسيليكون هو 14، إذا لديه 14 بروتون. والآن ما الذي يظهر هنا؟ مثلا نرى عند الكربون الرقم 12.01007، هذا هو الوزن الذري للكربون. الوزن الذري للكربون، دعوني أكتب هنا مثلا atomic weight of كربون، الوزن الذري للكربون هو، دعوني أعود هنا لأني نسيت الرقم، 12 يساوي 12.0107. ما الذي يعني هذا؟ هل يعني أن هناك 6 بروتونات والباقي 6 بروتونز والباقي هو 6.0107 نيوترون؟ 6.0107 نيوترون. طبعا هذا ليس صحيح. هل هذا يعني أننا إذا أخذنا جميع نظائر الكربون على كوكب الأرض، انتبهوا، وحسبنا متوسط عدد النيوترونات لها بناء على نسب وجود كل نظير، بناء على نسب وجود كل نظير، فإن هذا هو المتوسط الذي نحصل عليه. طبعا الكربون أشهر نظيرين له هما كربون 12، هذا لديه 6 بروتونات و6 نيوترونات، والنظير الثاني له هو كربون 14، كربون 14 بهذا الشكل، طبعا وهو نادر جدا على كوكب الأرض. لا نعلم كم هي كميته في الكون، ولكن نعلم كميته في كوكب الأرض. والآن إن أردتم أخذ متوسط الوزن الذري لكليهما، فلا نستخدم معادلة القسمة البسيطة فنحصل على كربون 13، وإنما ندخل نسبة الوجود لكليهما في المعادلة. فنظير هذا 12 يوجد بكم أكبر من النظير 14؟ النظير 14 يوجد بكميات ضئيلة جدا. إذا إن وزن كليهما بشكل دقيق، إن وزننا كليهما فسنحصل على 12.0107 بالمتوسط، مع طبعا نسب الوجود 12.0107. هذه الفكرة عن النظائر تعتبر فكرة مثيرة للدهشة. تذكروا عندما نغير النيوترونات فإن العنصر يبقى كما هو العنصر الأساسي، ولكننا نحصل فقط على نظير مختلف، نظير آخر له. إذن فهاتين الصيغتين من الكربون هنا هما نظيران للكربون. والآن أريد أن أنهي هذا الفيديو بما أعتقد أنه الفكرة الأقرب خلف الذرات، وهي الفكرة الفلسفية الأكثر إثارة عن الذرات، إنه القياس المتعلق بها. كما قلنا لدينا هذه الإلكترونات هنا التي تمثل جزء صغير جدا من كتلة الذرة. نعم، كتلة الإلكترونات تساوي 1/2000 من كتلة الذرة. وأصلا كما قلنا الإلكترونات حتى لا يمكن وصفها أو وصفها كأجسام، لأننا لا نستطيع وصف مكان وجودها حول النواة بشكل دقيق. لدينا فقط دالة الاحتمال التي تدل عليها. إذن فمعظم كتلة الذرة تكون داخل النواة، وهذا هو الشيء المثير للاهتمام. إذا نظرنا للذرة بالمجمل، سأرسم هنا، فدعونا نقول أن لدينا ذرتين مرتبطتين ببعضهما البعض، وسأسأل سؤال: كم يساوي حجم النواة بالنسبة لحجم الذرة الكلية؟ قلنا أن النواة تمثل كتلة الذرة، ولكن كم تمثل من حجمها؟ يوجد بها النيوترونات والبروتونات كما ذكرنا، هذه نواة هنا وهذه نواة أخرى. طبعا من الصعب وضع حدود واضحة للذرة، لأن الإلكترون يمكن أن يكون في أي مكان تقريبا، ولكن إذا نظرنا إلى الحجم فهو أينما يمكننا إيجاد الإلكترون أو أينما يوجد الإلكترون 90% من الوقت. إذا النواة تعتبر صغيرة جدا بالنسبة للحجم الكلي للذرة، فهي 1/10000 من الحجم. إذا فكرنا بهذا، إذا نظرنا لأيدينا أو إلى الحائط أو إذا نظرنا إلى الحاسوب، فسنجد أن 99.99% بالمئة منه مساحة فارغة. وصدقوني هذا كلام علمي صحيح. كتلة الحاسوب هي كتلة أنوية ذراته، وحجم هذه الذرات تساوي 1/10000 من حجمه. إذا لدينا مساحة فارغة في الحقيقة. فكروا في هذا، إذا أخذنا تجمع من الذرات المترابطة، تخيلوها بجانب بعضها البعض، تشكل جدار، نعم،
دعوني أستخدم اللون البرتقالي، تخيلوها لأنها مترابطة بهذا الشكل. فمعظم المساحة هنا، معظم المساحة هي مساحة فارغة بإمكاننا المرور من خلالها. دعوني أعرج على الصورة هذه، هذه الصورة لذرة الهيليوم. يقال أن هذه هنا تساوي 1 فوتوميتر، وفوتوميتر فيمتوميتر آسف فيمتوميتر هذا مقياس النواة، نعم، لذرة الهيليوم. 1 فيمتوميتر، وهذا 1 أنجستروم، وهو يساوي 100,000 فيمتوميتر. ونستطيع تخيل المقياس بأن وحدة أنجستروم تساوي 1 ضرب 10 للقوة سالب 10. أعلم أنه لا يمكن تخيل هذا. في حالة الهيليوم تكون النواة كسر أصغر من 1 على 100,000. دعونا نقول أن لدينا هيليوم سائل وسيكون بارد جدا، فإذا نظرنا إليه نجد أن معظم المساحة هي مساحة فارغة. إذا نظرنا إذا إلى قضيب الحديد مثلا، الغالبية العظمى منه والجزء الكبير منه يكون مساحة فارغة. ولم نتحدث بعد عن المساحة الفارغة داخل النواة أيضا، يمكننا أن نتحدث عن هذا في المستقبل، ولكن أكاد أن أجن من هذا الحديث الذي يدهشنا عندما التحدث عن هذه المساحات الفارغة في الذرة وفي نواة الذرة. معظم هذه المساحة مساحة فارغة. أعتقد أنني قلت كلمة مساحة فارغة كثيرا، وأعتقد أنني يجب أن أترك بقية الأشياء الأكثر إدهاشا لمقطع الفيديو القادم. نرى.